النهاردة هوريكم ازاي تعملوا البانكيك الحلوة دي اللي انتوا شايفينها بمكونات قليلة قوي. تقريبا هنحتاج 4 مكونات بس. بانكيك بنكهة الموز طعمه حلو قوي. الوصفة دي اخدت فكرتها من قناة كورية، هخليلكم الرابط بتاع الفيديو الاصلي لو لقيته في الوصف تحت. ويلا خلينا نبدأ. هنحتاج مكونين رئيسيين اللي هم الموز والبيض، باقي المكونات هقول لكم عليها واحنا بنشتغل. اول حاجه احنا عايزين موز مستوي، فلو عندكم موز خلاص يعني هيبوظ، هيكون افضل مرحله انكم تستخدموه، او مرحله اللي بيكون فيها نمش على الموز كده، دي المرحله هتكون مناسبه جدا انكم تشتغلوا في الوصفه دي. هنحتاج 3 موزات صغيرين او 2 كبار، انا الموز عندي صغير فاستخدمت 3. هقشرهم وبعد كده هقطعهم مكعبات، او يعني هقطعهم علشان يكون هرسهم اسهل. هحطهم في طبق بقى واهرسهم كده بالشوكه، مش محتاجين هاند بلندر او خلاط او اي حاجه، بس بالشوكه كده هرسوهم كويس لغايه ما يبقى كده شكلهم. وبعد كده هضيف 2 بيضتين، مش لازم يكون بدقيق حاطه غرفه ولا حاجه، 2 بيضتين هضيفهم. وبعد كده هخلط البيض مع الموز، وبعد كده هضيف النكهات اللي انتوا حابينها مع الفانيليا، يعني الفانيليا الاساسيه لازم تضيفوها، ممكن تضيفوا معها جوز الطيب، او ممكن تضيفوا معها جوز الطيب او قرفه، القرفه بتطلع حلوه قوي. وبعد كده هضيف 4 معالق كبيره من الدقيق ذات التخمير او السيلف رايزنج فلاور، وبديل السيلف رايزنج فلاور هو دقيق وملح وبيكنج باودر وبيكنج صودا لو ما عندكمش يعني دي ذات التخمير. بعد كده هقلب كل حاجة مع بعضيها وبس كده جاهز معنا خليط البانكيك، سهل جدا. هبدأ بقى اسويه في قلاية مانع الالتصاق، لو القلاية بتاعتكم بتلزق شوية ممكن تحطوا فيها زبدة، بس مش بحب احط زبدة علشان اخد اللون الذهبي المتساوي كده من كل يعني الجهة. وبعد كده اول ما تبدأ تظهر فقاعات، مش تظهر فقاعات كتيرة قوي زي البانكيك العادي، فقاعات اقل بس هتعمل يعني فقاعات، هتلبوها بقى على الجهة التانية وكمان تخلوها تستوي. شايفين بقى اللون اللي بتاخده لما مش تحطوا زيت او زبدة. وبعد كده حطيت عليها مكعب زبدة من فوق، وبعد كده حطيت عليها شراب القيقب او الميبل سيرب، ممكن تاكلوها مع عسل، يعني ممكن نوتيلا كمان، نوتيلا هتطلع حلو قوي، او كراميل دولسي ديلاتشي هتطلع بيرفكت. قوامها حلو قوي، مش فلافي زي البانكيك العادي الامريكي. انا عملت قبل كده وصفة البانكيك الامريكي، هخلي لكم رابط بتاعها كمان في الوصف، جربوا الوصفة دي في الفطار هتعجبوا بيها قوي، طعمها حلو جدا. وبس كده اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة، ومع السلامة.